هذه التقنية ستتيح شحن هاتفك المحمول خلال 30 ثانية فقط، وقد طورتها شركة ستاردوت باستخدام تقنية النانو التي تعمل على تخليق جزيئات اصطناعية يمكنها تخزين مزيد من الطاقة سريعا والاحتفاظ بها. ويقول دورون ميرسدروف مؤسس شركة ستاردوت إن المواد المستخدمة في صنع البطارية جديدة تماما، وهي أول جزيئات بلورية عضوية حيوية بتقنية النانو يجري ابتكارها، وستغير إمكانيات الهواتف المحمولة على نطاق واسع. وتعتزم الشركة طرح البطارية الجديدة في السوق في عام 2016، ومن المنتظر أن تكون رقيقة السمك ويمكنها توفير طاقة للهواتف الذكية طيلة يوم كامل، مقارنة بالنموذج التجريبي الحالي كبير الحجم الذي لا يلائم الهواتف الذكية. ويتوقع ميرسدروف أن يتراوح ثمن البطارية ما بين 100 إلى 150 دولارا، وسيمكن إعادة شحنها 1500 مرة ليصل عمر البطارية إلى نحو 3 أعوام. ولن تتوقف هذه الفكرة عند بطاريات الهواتف المحمولة، إذ يتوقع ميرسدروف تطوير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلا بهذه التقنية، حتى يمكن شحنها في غضون 2 أو 3 دقائق، وهو ما سيعزز من سوق السيارات الكهربائية. وأوضحت الشركة أنها تباشر تجاربها بالتعاون مع شركة آسيوية رائدة في عالم الهواتف المحمولة، لكنها لم تفصح عن اسمها. محمد الجبالي، رويترز.